لمتابعة أحلامك لازم تخاطر. معكم نورا بن سعيدان، فنانة تشكيلية وغرافيتي من الرياض. قبل سنتين أنا كنت موظفة بوظيفة مناسبة جداً ومرتاحة، بس حسيت أنه في شيء ينتظرني. وقتها يعني حسيت أنه الفن هو المكان المناسب لي. فن الجرافيتي أو الجداريات جديد على الرياض، وما احنا متعودين نشوف فنانات يرسموا في الشارع أو في الأماكن العامة، لكن فضل ربي الحمد لله يعني كنت من أوائل الفنانات اللي ساهموا في هذا الشيء وبدأوا فيه. بالنسبة لي أنا كفنانة سعودية أوصل إحساسي، كمان الفن وسيلة لي أني أنا كمان أنشر ثقافة بلدي بطريقة جميلة ويعني تدخل لقلوب الناس بطريقة أسرع. في عندنا فنانين مبدعين يفوقون الفنانين عالميا. اكتشفت انه في كثير من الدول ما عندها فكرة عن الفن في السعودية، فكانت بالنسبة لي مسؤولية اني انا انقل تراث السعودية بصورة جميلة بصورة معاصرة. فانا اشوف انه عندي فرصة اني اوجه الفنانين. التغيير اللي قاعد يصير في السعودية قاعد يبهر العالم، لازم تحلم. انا السعودية، انا مستقبل، انا التغيير.